عزيزي المشاهد مرحبا. عاش الشعب الجزائري الحر. عاش الشعب الجزائري الحر. الفخر ديالنا والفخارة ديالنا في شمال إفريقيا. والذل والعار لشعب زريبة. كل يوم كنشوفو كل يوم كنشوفو حوايج زريبة. فعلا زريبة خرجوا دوك ناس الأساتذة و تيطالبو بشي حق تيطالبو بشي حق من ديالهم يعني. ما خارجينش على شي حاجة النيت اللي هي سميتو. حنا قلنا بأن البلاد وصلت للامباس يعني نورمالمون راه نورمالمون أنا كن من الأحسن ما يخرجش الإنسان باش يطالب بأنصاف الحلول. إما تخرج باش تقول لي باش يديكاجي النظام ولا جلس في دارك صافي. هما خرجوا باش يطالبوا غير ب بشي حاجة باستفادة ما باستفادة باش يستافدوا من شي حاجة بحق. كونترا مع كونترا كذا بحال لا الا داروا لك كونترا عقد حيدوا لك هذاك العقد وداروا لك بانك سميتو ان سي دي اي صافي راك طفرتيه. وشوف المعلمين اللي سبقك الوضعيه ديالهم كي دايره وشوف الوضعيه ديال ولادهم وشوف المشاكل ديالهم. علاش حيت شتي يقول لك علاش الجزائريين رجال تيقول اش قال لك المتنبي قال لك واذا غمرت من اجلي شرف مروم فلا تقنع دون النجوم وطعم الموت في كل صغيرة كطعم الموت في أمر عظيم. خارج اش غاتطلب لي سميتو سي نورمال. هما جابوا لك مثلا هذاك بحال هذاك اللي شد سميتو كيبوط في عباد الله لابس سيفيل وكيبوط في عباد الله ماشي حشومة. ديك النهار بوطوكم فاش خرج فاش جات ديك كورونا هذاك القايد باركي يعطي البشر على الخنافر وهذا راك هات شتي النصوصة وداك الشيء هو هاكي النفاخة يوقف معاه هذا الريس صغير عندو عام منفوخ في الجزائر ما يقدرش يديرها. أولا دوك اللي دايرين بيه دوك البوليس يقول لي لا سي محمد هذوك راه خوتنا ما نضربهمش ما يقدرش في الجزائر ما يقدر ولا زعما زاغ به الحال وضربها ما يرجعش للدار ما يوصلش يشرقوه والله تيشرقوه قبل ما يوصل للدار يخطفوا ليه مو. علاش الجزائريين شتا هاد المناظر راه شفت في الجزائر 4 سنين ما يقدرش شي واحد يبدا يبوظ شي واحد الشعب ما يخليش. السقوط للهلاكية المجرمة زريبة ديال العبيد العلويين والسقوط للهالك محمد شيشي مولاة الخلخال السارق الناهب للثروات ومولاة القرعة On va continuer notre smito le sujet tient toujours où le smia où le déterminisme où le client va dire on dire au message de travail qui est parfois l'utilité de le smia bon où j'ai tout mon hasard moi après je connais quelque chose donc les problèmes avec داروا هذوك العياشه ديال المغرب البنان داكشي اوتوماتيكمون فين كيمشي دماغك كيمشي لجوج حوايج
جمهورية الموز، هذوك الجمهوريات اللي كانوا في جنوب أمريكا اللاتينية، ما عندهم لا رئيس لا حتى حاجة، كينتجوا على الموز، كياكلوا الموز، والموز كيمشي لسميتو، ما عندهم لا برلمان، ما عندهم حتى حاجة، فيرما، اون فيرم، دولة فيرما كتنتج البنان، هذاك الشيء اللي سماه جمهورية الموز. حنا عندنا مملكة الموز، وتاني عقلك كيمشي للقرودة اوتوماتيكمون، الدماغ ديالك كيمشي للقرد، بمعنى حنا عندنا مملكة ديال القرودة، الشعب المغربي راه قرودة، هادي غريبة. انا كنت كنصحب راسي انا ماشي قرد، زعما ملي خرج هذيك الضجه وداك الشيء كنقول شوف هاد سميتو. ولكن هاد السيمانه اكتشف بانني انا قرد، انا قرد بحالي بحال القروضه. غنعطيك علاش، مؤخرا اتصل بيا واحد السيد سميتو من اوروبا، ماشي مغربي، ماشي عربي، اوروبي، اتصل بيا المره الاولى لاباس بخير كي داير هذا، هضر معايا زوين، لا دوزيام فوا لا تروازيام فوا قال لي غتمشي لبلاصه، غتلاقى بواحد السيد فلان فلاني، وغنعطيك التليفون ديالو، غتصل به، غادي يركبك في الطوموبيل وغيدخل بك من لاكريس، غتخرج من لا تركي وغتدخل لاكريس، ومن لاكريس وغتبقى تدخل اوروبا، غيدخلك حتى لاوروبا، وانا غنخلصو. زعما راك تعرفوا الوضعيه ديالي انا، راه جو ريسك نقدر ندخل المغرب، يدخلوني المغرب نورمالمون، انا حياتي في خطر نورمالمون، خصني نقول اه، قلت ليه لا، كذلك واحد السيد، ماشي واحد، بزاف ديال الناس من نهار جيت تركيا كيتصلوا بيا، وهذا الاسبوع نيت في نفس اليوم مع هذاك السيد، قال لي راه بغيت نعاونك، بقيتي فيا، هذا مغربي عايش في اوروبا، قال لي بغيت نعاونك وغتمشي للوتيل فلان فلاني، غتلقى واحد التركي، انا عطيك التليفون ديالو، غتلقاه وغيعطيك واحد الامانه. قلت ليه لا، وماشي هو الاول، بزاف. وملي رجعت الفيلم اللور شنو لقيت؟ لقيت بان حتى في المغرب قبل ما نجي، ملي كنت كندير دوك الفيديوهات قبل ما نجي هنا، واحد السيده عندها النيفو طالع 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 بزاف، لو نيفو انتيليكتويال، وحتى في سميتو اتصلت بيها وبقات كتهضر معايا شي اسبوع، وقالت لي انا راه عايشه في اوروب مع دارنا وهذا 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 وهذا، ورا ما بقيناش كندخلو، وملي شفت الحاله ديالك انا قررت ندخل للمغرب على قبلك، وراه عندنا ارث، انا هيتاج، ونزوج بك تما في المغرب ونجلسو في المغرب. حتى هي قلت لها لا. اذا ملي جات هاد السيمانه هاد السيد دار معايا هاد لو جيست، هاد لوروبيان ملي دار معايا هاد جيست ديال انه بغى يسفرني لاوروبا وما قبلش، بقيت كنخمم شحال، وليت كنقول لا للمساعدة، إنسان جاي باش يساعدك كنقول ليه لا. ولكن ملي حللت علاش الحتمية كتعاونك، ملي حللت شنو لقيت؟ لقيت بأن النظام دوران هاد لي ديزون استطاع أنه يخوفني، وليت كنخاف من لو كونتاكت، من الناس غيساعدني شي إنسان وهو راه خدام معاهم ويقدر يدير، بحال دابا مثلا شنو جا ليا في الدين ديالي، هاد السيد يقدر يكون خدام مع النظام، ولا خدام مع مثلا حتى مع فرنسا، حيت عندي مشاكل مع فرنسا، ويقدروا هذاك غير قالب يديروه ليا، اما شوف اش غيديروا ليا، يقتلوني في الطريق، ولا يجمعوني يديروني شي فاليزه ويردوني سميتو المغرب. وهذاك السيد اللي بغى قال لي سير عند هذاك السيد خذ فلوس في لوطيل، قلت مع راسي راه يقدر هذاك السيد الاخر نمشي عنده لوطيل يضربني بشي حاجه. هادي بمعنى شوف المخزن اش كيدير لك، باش شو الحرب كيدير، كتولي انت كتشك في اي حاجه. وهادي هادي علاش قلت لك انا وليت قرد، خاص تعرفوا القرد لو سانج، سميتو لو سانج، لو سانج خرج منه لو فيرب سانجي، سانج سانجي سانجي، صافي دير قلد،
لان القرد تيقلد اي حاجه تيشوفها تيقلدها، وعاود كي تأدابتا. وهذه المساله ديال القروده كاين اسكون ابل لو تيوريم دي سانج، لو تيوريم دي سانج. اتونسيون ماشي لا تيوري نظريه، لو تيوريم اون شوز ماتيماتيك. وهذا لو تيوريم دي سانج شنو لو برانسيب ديالو؟ هي واحد ليكسبيريونس بحال ديك ليكسبيريونس ديال بافلوف بافلوفيان. هذه المساله ديال لو تيوريم دي سانج شدو بحال واحد اون كاج ما عندهاش سقف، وحطوا فيها اربعه القروده، والفوق علقوا لهم واحد العرش ديال البنان وداروا سلم. بيان سور بمجرد ان القروده مثلا شافوا البنان غادي دايرين لهم واحد السلم، هذاك السلم غادي يطلعوا فيه اسي باش يوصلوا لديك البنان. غير مجرد طلعوا في السلم كيتوقعوا لهم واحد الماء بارد كلاسي، والقروده كيخافوا من ما كيحملوش الماء بارد. صافي ملي طلقوا عليهم لو كلاسي رجعوا عاود يزون اسي اون دوزيام فوا ثاني الماء بارد، الثالثه ثاني الماء بارد. صافي كيخافوا، ولا الا بغى شي واحد يطلع بوحدو الاخرين ولاو كيشدوه كيضربوه باش ما يتهبطش عليهم الماء بارد. كملوا ليكسبيريون شنو وقع؟ جا واحد اخر ان سينكيام، هذاك لو سينكيام ما عارفش بالي البنات من طالع بغى يطلع وما شدوه بداو عليه بالضرب طاخ 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 هو يجلس. الور جا ان دوزيام سانج بغى يطلع شدوه ضربوه. في الاخير اش بداو كيديروا في الاكسبيرونس؟ هذوك الاولين بداو كيخرجوا بالواحد بالواحد، فين ما كيزيدوا واحد حتى ولاو اربعه ما شافوش الماء كيهبط، ما شافوش الماء ما هبطش عليهم الماء. اي بورتون فين ما كيدخل شي واحد كيبغي يطلع البنان كيشدو كيضرب. بمعنى ان هذوك لي سانج الاربعه الاخرين ما تكبش عليهم الماء، وهذيك العاده ولات فيهم سا سابيل لا بويسونس دو كونديسيونمون. وهاد علاش دابا ملي داروا على لي سانج الانسان غيقول لك حنا ماشي قروده، القروده تقدر تطبق عليهم الانسان. تحت في لي زاني 50 واحد لا برونش اسميتها لا بويسونس دو كونديسيونمون، القدره على التكيف. الانسان كيف ما كان النوع ديالو تقدر تكيف. شتي دابا الا كون شدينا جزائري وكبر مع المغاربه يكبر بحال المغاربه، كون شدنا مغربي وكبر مع الجزائري يكون بحال الجزائري. سا سابيل لو كونديسيونمون التكيف. كانت واحد بحال حكايه بحال داكشي دايوغ جو لي مونسيوني دون مون ليفغ. واحد الغابه فيها السبوعه شعلت العافيه، هرب السبع ومرتو وبقى وليداتو وليدو صغير ما قدروش يهزوه يهربوا به وداكشي. هرب بقى غادي بشويه هرب شعلت العافيه، هذوك السبوع هربوا خواو. هذاك السبيع الصغير هزوا واحد السراح وداروا مع الغنم، تربى مع الغنم ولا عايش مع الغنم وكل شيء، ومع كبر مع الغنم ما عرفش نورمالمون لو ليون يل روجي كيزقر هو سمع باع ولا كيولت هو باع. داس الايام كبار وداكشي والديه تفكروه، جاو كيقلبوا عليه في هذيك الغابه ما لقاوش، بقاو كيقلبوا تلقاو وسط هذوك الغنم. ملي لقاوه قالوا لي راه حنا والديك وهذا ومن هنا سميتو وراه شعلت العافيه وهربتي وجيتي هنا وداكشي، يلا زيد انت راه ما خصكش تبقى معنا، اش خصك تعيش مع السبوع انت راك سبع. ملي مشى معاهم بغى يغوت وليو دو ريجير بدا يقول باع هذيك ديال الغنم باع وداكشي، قالوا لي لا انت راك سبع
راه ما خصكش تبع بعرا، خصك خصك تغوت بحال سبع. قال لهم اه سبع ولكن كبرت مع الناس، سي سا لو كونديسيون. اذا هاد العلماء من بينهم جو كوا ليون فاستينغار، سي تا امريكا فاستينغار، وكانوا مع شي ثلاثه اخرين درسوا هاد المساله ديال الكونديسيون، درسوها هاد المساله ديال الكونديسيون. ايوا لقاو شنو لقاو؟ لقاو بان خصنا خصهم يطبقوها، يشوفوا واش كتطبق على الانسان. وطبقت في بزاف المجالات، من بينهم واحد الفيلم سميتو دو اكسبيريمونت، فيلم حقيقي. مشاو لواحد الناس، مشاو لواحد لا فاكولتي وغيتقسموا على جوج، النص غيكونوا دي بوليسيي والنص غادي يكونوا دي كريمينال. وهذوك لي بوليسيي مع هذوك لي كريمينال غادي يحطوا لهم دي لوا، وفي الاخر غتنوض قتيله. هذوك لي بوليسيي غيبداو يقتلوا في هذوك سميتو. سي ان فيلم تري انتريسون سميتو ليكسبيريونس دو اكسبيريمونت. المهم شدو اللي شفت انا شنو شدو في ليكسبيريونس ديالهم. واحد السيده داخله عند دونتيست، غتبقى قبل منها ناس شويه، مره مره كيصوني دار واحد الصونيت كيوقفوا هذوك الناس كاملين، هي بقات كتشوف فيهم ما فهمت والو، وهي توقف وقفت، كيدخل واحد وكيجلسوا عاوتاني كيسمعوا الصونيت كيوقفوا شويه، ولات كتوقف ملي كتشوف الناس كيوقفوا ولا اوتوماتيكمون غير كيصوني الصونيت كتوقف شويه. هذوك الناس اللي قدام غيتقادوا غيجيو الناس من موراها، اش غيوقع ملي غادي يصوني الصونيت غتوقف، الاخرين حتى هما غيوقفوا. Ça veut dire quoi? C'est le conditionnement, la puissance du conditionnement. Que tu l'as عندك طبيعة, que tu l'as فيك طبيعة. Ou دارو تجربة سماها la soumission induite. بحال دابا مثلا كتجيب كتكون عندك شركة كيجي عندك ان جروب جديد. فهمتي؟ ألور كتمشي كيكونوا نافخين وهذا مثلا نافخين وما تيعبروكش انت هو الباترون ما تيعبروش، كتشوف اضعافهم ولا شي واحد كورومبي ولا شي واحد عنده هيمنه عليهم، وكتشدو كتدور معاك تقول لي راه غندير لك صالح احسن منهم وهذا ومن هنا ومن هنا. كيبدا يخضع لك، كيبدا يبوس لك يدك اوتوماتيكمون. دوك الاخرين كيبداو كيبداو حتى هما يخضعوا. سا سابيل لا سوميسيون اندويت، وهي اللي دار لنا حنا النظام. دابا حلينا عينينا شنو لقينا؟ لقينا والدينا خاضعين للنظام اوتوماتيكمون، حنا تبع. كتجي كتم داخل نتا بوليسي كت 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 كتلقى البوليس خاضعين، قتل هذاك كيمشي يقتل، ضرب هذاك سير ضرب، اولا اداره اولا العسكر اولا جدارمي اولا اي في اي بلاصه. كتشوف شي حوايج بان شي حوايج سا سابيل لي لوا انديسيبل اللي ما كيتقالوش. كيجي ان سوبيريور ديالك كيقول لك ضرب هذاك، قانونيا لا في القانون خاصك تقول ليه انت ضربو، سير انت ضربو. اذا حنا كنطبعو كنجيو كنلقاو واحد لو سيستيم كنمشيو عليه او الي فو. هذاك الشيء علاش قلت لكم انا ملي فكرت بانني انا تناقرت شو وليت كنقول اوليو دو شونجي لو موند، اوليو دو بونسي ا شونجي لو موند الفو بونسي ا شونجي سوا ميم. بحال دابا اوليو باش غنفكر انا غنغير المغرب نغير غير راسي، وانت تغير راسك والاخر راسك، كيفاش غنغيرو؟ كيفاش غنغيروه؟ كيفاش غتغير راسي؟ بحال دابا انت اي واحد دابا مثلا موظف مثلا او خدام وبوليسي عسكري جدارمي كلشي يدير في راسو واحد المساله، بان celui qui voit qu'il est contraire à sa dignité d'obéir à une loi injuste, aucune tyrannie ne peut la servir. اللي كيشوف بانه مخالف، اللي كيشوف بان الرضوخ لواحد القانون يهين كرامته،
ولا يرضخ له حتى دولة استبدادية ولا نظام استبدادي في العالم ما يقدر يستعبدو. بحال دابا حنا كون كنا من واحد المسألة، أنت كتقرا عندك ليسانس، أقول بلا ما تقرا درتي 18 طون مشيتي للخدمة، واحد الإنسان عطاك واحد اللور مخالف للقانون كتقول ليه لا ما نديروش، سير ديرو أنت، وبالخصوص في الأجهزة القمعية. إيه هما أش دارو لك؟ غير كتقول لهم ديك لا كيضربو كطحنوه اون طونكو بوليسي، يطحنوه شاش الدراري يطحنوه، ولاو مشردين مسطين دايرين في الزناقي ولادهم سميتو. فهمتي؟ إذا أنا قررت معرفتش اسكو محمد السادس بغا يدير لي هذاك القالب باش يجرني باش يدخلني للبلاد، اسكو أنا خايف كتر من اللازم لأنني وقعوا لي مشاكل بحال هاد الشكل في لو باسي، تقت بقيت كنتيق بعباد الله هما في الآخر كنلقاهم مصيفطهم لي النظام، اسكو أنا خواف؟ اسكو انا قرض؟ المهم انا ما عرفتش حيت نورمالمون نامبورت كال دوكتري يعني ديانه ولا ايديولوجيا ولا هذاك الشيء اول حاجه كيقول لك كوني توا توا ميم، عرف راسك براسك، حتى واحد ما غيعرفك احسن من راسك. و تيقول لك سي تو ني با سكو تي سوا سكو تي ني با، الا ما كان هادي في الا بقيت مطول في لي فيديو غنديروا عليها شي نهار واحد الحلقه، هي ليتر اي لو دوفينيغ، ليتر الوجود و اي لو دوفينيغ يعني الصيروره، بحال قلنا الصيروره. بحال دابا مثلا ملي غنقراوها ما غتبقاوش تعجبوا في شي انسان، بحال دابا مثلا شي واحد كان في شكل ولا في شكل غاتجيك غريبة، ما غاتجيكش غريبة. بحال دابا كنشوف لي كريتيك نهار الاول اش كان كيقول، شوف اش ولا كيقول. لا لي زامريكان عندهم كيلخصو عليك في واحد لا فورميل وحده، يو بيكام وات يو ار. دابا ملي كتشوف شي واحد مثلا بدا هكا ك زعما كيبداوها كلهم كام مناضل داكشي، وفي الاخر غير كيوصل عند سميتو كيولو عندو ناس مثلا كيديروا لي اللايكات وداكشي، كيقول الاخرين كيبدا يساوم مع المخزن وكيبدا يدبر على راسو، بخصوص الا دوز الحبس. انا هذاك السيد اللي كتهضروا عليه ميم اللي كان كيزعما داير سيني لاكوش، وكان كيبان ليا الديليخ عندو الهذيان، راه خطير الانسان اللي كيكون عنده الهذيان، راه يقدر لي فيرساتي يقدر يتقل في اي سميتو. انا ملي كان كي مثلا كي كريتيكي النظام كنت كنقول لا راه سو ني با لون كيلفو، هذا راه عنده الهذيان، واللي عنده الهذيان يقدر ملي غيدور ما غيعرفش براسو دار غيبقى عايش في الهذيان. راه حتى المخزن ما كي بحال هذوك ما كيستعملوهمش ما يخدموش ليه، فهمتي؟ المخزن الا كنتي عياش كيبغيك ثابت، خصوصا كنتي في واحد الاطار ديال الانتيليكتويال مثلا تي ا لو غون دان كارغ، ما يخدمش فيه ما خدامش ليه، يدبروا عليه باش سميتو ولكن ما يقربوش عنده حيت فيه الهدايان. اذا كون كنتي عارف هذيك لا تري لو ديفينير يو بيكام وات يو ار، مت 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 هذوك هذوك بحال هذوك الاشخاص كاع ما تهضر عليهم كاع ما تسالي لهم كاع نهائيا. كتشوف بون فوالا سير تا مومون سي فري، واحد الوقت راه الصحافه كلها ما قدرتش تقرب من عند الناس دريف سي فري، ولكن راه ماشي سي با تو بون اون فا ديك اون فا كونتيني هذاك لو سوجي. وقلنا اخر ما قلنا في ذاك الاسبوع اللي فات بان ان كومبورتمون ايراسيونيل سي ان كومبورتمون دونت اون نو سي با لا لوجيك، واحد حيت حنا كنا فات قلنا بان ما كاين حتى شي حاجه ايراسيونيل، توت ايراسيونيل في هذا العالم، ولكن حنا كتشوف واحد المساله كتقول ماشي معقول هذيك المساله ماشي معقوله. دونك هنا كيقول لك ان كومبورتمون ايراسيونيل سي ان كومبورتمون دونت اون سي با لا لوجيك، ما عارفينش المنطق ديالو، دونت اون سيزي با لا كوهيرونس، ما كنعرفوش
ديك الارمونيه ديالو ولا التناسقيه ديالو. كيلكان كي سوبي لا كوهيرونس. Il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose, la cohérence. L'axe dit là, il y a la dissonance. La dissonance. La dissonance, il y a dit que la discorde. D'abord, par exemple, quand on a un groupe de musiciens, ou un qui dit chez fausse note, qu'il y a une dissonance. Ou il y a la dissonance. هنا غادي نهضروا فيها على لا ديسونونس كونيتيف. ملي تسمع لو مو كونيتيف عرف بانه كاع المعرفه اللي كتجيك من الدين من لي كرويونس من لي زيموسيون من لي زابيتود ماشي المعرفه اللي كتجيك اكاديميه بحال دابا لي ماتيماتيك لي سيونس لا لا كتجيك من المعتقدات وكتجيك من العادات وكتجيك من لي زيموسيون. وهنا النظام ديالنا لعب على هذا المساله ديال لا ديسونونس كونيتيف. بمعنى انك انت بحال دابا مثلا علاش كتشوف الناس كيقولوا عاش الملك، الناس كيقولوا عاش الملك، حيت النظام لعب علينا على لا ديسونونس كونيتيف. شنو هي؟ بحال دابا مثلا غنجيبوا اي انسان، اي انسان مغربي مثلا كبر في واحد المليون، ماشي كبر في دماغه مفتاح وداكشي، حافظ القران، غنسوبوزون فقير حافظ القران كيصلي مسكين، غتجي عندو غتقول له غتقول له هكا غتقول له الملك هو امير المؤمنين ولا لا؟ غيقول لك امير المؤمنين. وقلت له غتقول لي عندك الحجه؟ يقول لك هي تقول لي، يقول لك ها كاينه الحجه. وشنو هي الحجه؟ وراه هو اللي كادعاو مننا وكيصلي بينا وهذا ومننا. نقول له بيان وأمير المؤمنين من حقه أنه يشرب يسكر؟ نقول لك لا. وتقول لي من حقه يتضرع؟ يقول لك لا. نقول لي من حقه يكون زامل؟ يقول لك لا. وتقول لي راه أنت شوف أنت يلا هاي القناة الهولندية هاي، يقول لك لا لا راه كذبوا عليه. يقول لك لا كيكذبوا، كيكذبوا، يقول لك راه كذبوا عليه. وغيولي يمشي يقلب على الناس اللي كيساندوا نفس الفكر، كيقلب على الناس اللي باش علاش باش المعتقد ديالو ما يتضربش، باش داكشي اللي كيامن به هو ما يتضربش. حيت كيقول اللهم نكذب ونقلب على الناس اللي معايا كيكذبوا هذيك المسائل. ولا هذه هي لا ديسونس، هي اللي خدام بها النظام ديال المغرب. دابا اي واحد مثلا وصلت لي من الاخبار ولك راه ما راه 70% ديال المغاربه ما مكصدقوها. علاش؟ حيت الا صدقها داكشي غير كيقول اللهم ما نصدقهاش، ولا نصدقها وداكشي يولي يوقع فيه صراع داخلي مع الدين ديالو، داكشي اللي كاين الداخل ديالو ديك الدين والعادات وداكشي بان الهوموسيكسواليتي لي انترديت بار لا ريليجيون، اللهم ما يصدقش ولا الدين ديالو كيتضرب. الوغ كيمشي كيشوف الناس بحالو عندهم لو ميم سيستيم كيسي دو سالي افيك كي اندمج معاهم، كيدخل في الصف ديال الناس كيقول لك لا لا ما يمكنش محمد السادس يكون انوموسيكسوال. فهمتي؟ خصك تعرف الاسباب ديال اي حاجه. الحتميه راه كتوري كلشي، الحتميه كتوريك الاسباب علاش بنادم دابا حفيان وجهه ما فيش اماره ديال الرحمه، ما علاش الخير وكيبكي ومريبي لي دارو وعناعس الزنقه كيقول عاش الملك. قلت لك علاش ديما فكر في المثال ديال القروده، مسكن الماء بارد صح كيجي الماء بارد. وملي تشوف شي انسان مثلا ما كيصدقش شي احداث اللي ها انت كتجيب لي كتقول لي ها انت هي لا بروف، عرف بان عنده ان بروبليم دو ديسونانس كونيتيف. واللي النظام ديالنا، حيت النظام ديالنا ماشي محمد السادس اللي مصاوب داكشي، هذيك لا بويسونس دو كونديسيونمون، هذيك قدرة التكيف بدات من الخمسينات في المغرب، وقيلا طبقت أول ما بانوا في أمريكا جاو طبقوها في المغرب.
عرفوا بان المغاربه غتصدق فيهم هذيك المساله. بون انا دي دون اون سيزي با لا لوجيك دون اون سيزي با لا كوهيرونس. Quelqu'un qui a subi d'importants traumatismes, chez واحد اللي تعرض لصدمات في الصغر ديالو, اللي تعرض للعنف, اللي تعرض للشطط في التربيه او في اي حاجه, غادي تكون عنده واحد السلوك سلوكات هما كي فون نو سومبلي ايراسيونيل, اللي غيبانوا لهم بانهم غير عقلانيين. مثلا واحد السيد فيه واحد الاكستريم اغريسيفيتي, فيه واحد العدوانيه كبيره مع دوك مع الناس اللي ما داروا اللي ما عدوانيه مع الناس ما داروا لي حتى حاجه. هي كيجي بحال مثلا هي كيجي واه في القهوه كيجي بنادم ما بينك وبين والو تكيبدا طار سميتو. وانا راه حتى في الحبس ملي كنت مشدود في الحبس كي كيدخل داك السجين السجين الزنزانة, الا كان بوجادي بحالي انا كيدخل مسكين باحترام وداكشي كيجلسوا ديال مو في كانوا كيجلسونا في ما عندكش بلاصه, اقسم لك بالله ما عندكش بلاصه. ودوك اللي مدوزين الحارس وداكشي مع الدخله كيبدا يضرب, اقسم لك بالله ما كيفوتش لو ميليو كيعرفوا بانه مدوز قديم وداكشي كيدبروا ليه على بلاصه هاكا. سكيفي هاد ليكزومبل كيقول لك هاكا, كيقول لك الا كان شي واحد فيه واحد العدوانيه ما مفهوماش كيديرها مع ناس ما داير حتى هذا, ولا ما كناش عارفين حنا الاسباب ديال هذيك العدوانيه, بسرعه غادي غادي اون فالو كلاسيفي غادي نصنفوه كانسان ماشي ايراسيونيل, ماشي راسيونيل, غنقولوا بانه ايراسيونيل لا عقلاني. اون فا ايميدياتمون افيرمي كو سا نا با دو سونس, بان هاد الشيء راه ما عندو حتى شي معنى, وبان هاد العدوانيه تقدر تكون هي في الحقيقة هذيك العدوانية تقدر غير تكون واحد الجواب على الخوف أنه يتعرض مرة أخرى للعنف اللي تعرض ليه في السابق. بحال دابا قلتها لكم, بحال دابا مثلا واحد الإنسان مثلا اللي دخل الحبس معانا حنايا وشاف ودخل النهار الأول سكوتي ما عطاوش بلاصة, إلا خرج من الحبس المرة الجاية كيتم جاي داخل غيدا يتم جاي داخل بالهيلالة, فهمت؟ ملي غيدخل بالهيلالة غيعرفو مدوز غيقول لي يلاه سير سير هاكا بلاصة, فهمت؟ ألور هذاك الإنسان كيدير هذاك العنف باش كتولي بحالا اون مانيير داتاكي, يعني اوليو باش هو يتحقر هو ولا كيحقر عباد الله. الوغ وبالعكس او كونترير اون توندونس اكستريم على سوميسيون, واحد الانسان اللي فيه واحد الخضوع زائد بوتيتر لا ريبونس على بور دو ريفيفر ليكسبيريونس دو لا سوميسيون, هو نوع من الخوف من انه يعيش مره اخرى تجربه الاخضاع الخضوع او الاخضاع. بحال دابا مثلا انا مثلا دخلت انا نيت انا دابا مشيت على قبل لاكارت مشيت لا ديريكسيون ديال ليميغراسيون قلت لهم نشوف المسؤول ما بغوش فرحت فهمت فرحت ياك جابوا لي بوليس صحيح وكروشاني وما صورت والو. دوكا الى رجعت اون دوزيام فوا ما غنرجعش بنفس الطريقه ديال الفرعان, غندخل حاضر راسي الله يحمي الوالدين راني عندي الكارطه ديالي واش اي انسان دابا مثلا تعرض ل على سوميسيون عمليه اخضاع صافي وسيرتو الا شديت فيه لا ما قدرش يقاومها كيولي وحنا الاخضاع ولا كيخلق معنا خضوع في المغاربة. عاد باش زيد داركم كيبقاو طحنوا فيك حتى كتولي خاضع, عاد بزيد المدرسة نهار كدير 18 كتدخل الخدمة كتكون دوفيس
عارف وسام وشتي فلان وولد فلان بغا يهزر الراس على الشاف ديالو وهذا ومن هنا راه كان عسكري كان ليوتنا وكان اوفيسي كان انجينيور كان هذا رضيع في الزناقي داكشي ما كانش المغرب سبيسياليتي ديالو شنو هي هي دوك الرؤوس السخان اللي كتبدا وسورتو كتكون بوحدها اي ملي قبل ما توصل انك تندمج مع الشعب وداكشي راه خطيره مدرسه خطيره يعني كيقول سو سوماتر افون دافوار ا سو سوماتر سو سوماتر افون دافوار ا سو سوماتر نخضع قبل ما يفرضوا عليا انني نخضع اللهم نخضع بخاطري اللهم نحيد سروالي بخاطري فهمت بحال دابا شي بنت مثلا دخلات للدار شافت راسها صافي دخلات للدار تصيدت بقاو عليها بالغماق كاينه عندنا واحد لاشي دخلت سدو الساروت الباب بالساروت سدو الشرجم ودزالو في الموسيقى ما عليها الا سميتو فهمتي سينو راه غتاكل بوانتو وغادي سميتو المهم اون جوج ايراسيونيل شي لي زوتر لي كومبورتمون كون ادوبتوري بار نو ميم كنقولوا بان غير عقلاني عند الاخرين السلوكات اللي حنا ما نقدروش نديروها بحال دابا واحد السلوك حتى ما تقدرش ديرو اذا ملي كيديرو هو كيجي كايراسيونيل بحال واحد النهار انا جاي يلا خرجت غنضرب دوره حيت كان رمضان قبل ما الوالدة حطت الفطور وداكشي وجاي بالي واحد السيد حد جوج قصعات ديال الكسكسو وحده حطها لدوك الرجاله مساكن دوك فقراء وحده حطها للعيال معهم وليداتهم جي واحد خينا خطوطو من هنا تم جاي باقي حيت كيتسناوق على المدن يقول الله اكبر باش يبدا ياكل تكا على ديك ديال العيالات وتم غادي والناس كيشوفوا حتى واحد ما يقدر يزيد عنده الوغ انا اعتبرته غير معقول حشومه عيب الانسان يدير هكاك عيالات مساكن جيعانه داكشي علاش حيت انا ما نقدرش نديرو فهمتي اذا كان اعتبره غير معقول غير عقلاني ولكن هو راه عقلاني كون الا قلبتي السبب غتلقى عقلاني حيت يا با دي راسيوناليتي دون سو مود باسكو قلنا بان لو موند اي راسيونيل الوغ كون كان نادوبتوري با نو ميم اي سي باسكو نو لي ادوبتوريون با نو ميم نو لي جوجون اي راسيونيل و باسكو حنا ما بلون بوني بوني بلون باسكو حنا ما غنديروش داكشي فهو غير منطقي باسكو نو نو ديسيرون با لي شين دو كوزاليتي كي سون ا لوريجين حيت ما عرفناش السلسله السببيه اللي هضرنا عليك هذه كنضرب هذه قالت الولد كيضرب العصا كضرب الولد الولد كياكل بطاطا البطاطا كتاكل هذه وغادي المسال لا شين دو كوزاليتي السلسله ديال السببيه بان ملي كنفهموها حتى حاجه ما كتبان لينا غير منطقيه الوغ نو بريفيرون جوجي كو كومبروندر كنفضلوا اننا نحكموا على الشيء ولا نفهموه كما قلت لكم بان لينيار افيرم الجاهل يجزم والعالم يشك ولو ساج بونس والحكيم يفكر اذا حنا كنولوا غير كنجزموا غير كنافيرميو فهمتي اي نو ميتون اوتوماتيكمون اي فولونتيي ليتيكيت ايراسيونيل سور سو كي نو كوانسيد با افيك نو بيرسيبسيون دو لا راسيوناليتي وكان داو نديرو التيكي تاع هذاك السيد راه ما مسطي هذاك هذاك راه هذاك ما عندوش عقل هذيك هذاك الشيء راه ما كيدارش الوغ ولكن مي لا راسيوناليتي نو سو ريدوي با ا نوتر بيرسيبسيون دو لا راسيوناليتي ولكن العقلانيه راه ماشي اني با ليميتي راه ماشي كان يا كتولي منحاصره غير في النظره ديالنا حنا كيفاش كنشوفوا لا راسيوناليتي الوغ تو فينومين اي تيسو دون كومبينيزون دو كوز اي دو فاكتور
que nous ignorons. اي مظهر اللي واقع في هذا العالم سواء طبيعي سواء في المجتمع سواء في نفسه راه هو نتيجه ديال لا كومبينيزون هو ديال التركيب ديال واحد الاسباب متعدده واحد العوامل اللي ما كنعرفوهاش كلها في غالب الاحيان اي نو زابلون نوتر ايغنورانس ايراسيوناليتي والجهل ديالنا بهذيك الاشياء كنسموه بان هذيك الاشياء غير عقلانيه اور سي فو الوغ اي الوغ اتونسيون دير كو تو سكي اريف ا دي كوز دير كو تو سكي اريف اي كي كومبريانسيف نقولوا بان اي حاجه اللي كتوقع عندها اسباب نقولوا بان اي حاجه راه مفهومه سا نو با دير كو تو سكي اريف اي ليجيتيم ما كتعنيش بان هذاك الشيء اللي كيوقع كامل بانه قانوني او مبرر جوستيفيابل فهمتي بحال دابا مثلا ملي هذاك السيد اللي قلت لكم هز قص هذا الكسكسو الى قلنا بان هذيك المساله راه عندها اسباب وقلنا بان هذيك المساله مثلا مفهومه راه صافي دير بان هذاك السيد عنده الحق يدير هذاك الشيء فهمتي ملي كنقولوا بان هذاك الشيء هذيك الحاجه راه الي راسيونيل ما صافي با دير بان هذاك السيد عنده الحق يدير هذاك الشيء لا هذاك السيد دار هذاك الشيء غير لانه وصل لواحد المرحله ديال الانانيه كبيره لانه عايش في واحد الحرمان ولا عايش كوم انور لا لوا اذا سي ان كومبورتمون راسيونيل مفهوم ولكن ان با ليجيتيم ني با جوستيفيا اوكي التليفون غير يحبس دابا شكرا الى الحلقه المقبله وتنتمنى انكم تراجعوا داك لو تيوريم دي سانج راه سي تري امبورطون وتراجعوا لا ديسونانس كوجنيتيف سي تري امبورطون وتراجعوا لا بويسونس لا بويسونس دو كونديسيونمون ديال هذاك ليو ولا ليون ليو ولا ليو ليو في فيستينغار وراه مع ان جروب ديال العلماء حتى هما ديز امريكا وغير باش تفهم تحاول تعرف اش واقع في المغرب حيت داكشي صافي كما كنقولوا بالعربيه كلشي ولا مسقي غرفه وحده كيبان لك انسان كان كيقول الهضره كان كيقول لا للعبوديه في المغرب وما نركعوش للمالك شويه ولا كيقول لك كنركعوا واحد كيقول لك حنا ما باغيش التطبيع سنوات وسنوات دابا قال لك نعم ندير التطبيع حنا ما تيهمناش هذاك الشيء كامل غير كتشوف الانسان كيفاش ولا في واحد المرحله في المغرب خطيره ما بقاش سميتو اذا خصك تفهمو باش ما تكونش حتى في نفس طيح في نفس سميتو وشكرا و على بروشين فوا